ادور عليك ولقاك بهالغرفه ومخليتك ويا ولدك بسريرك. اي ما انا جيت هني علشان انظف غرفه منصور، ما انا قادره انام. ليش يا بنتي؟ ليش ما انت قادره تنامين؟ ولا ما ضيقتي خلقي معاك؟ ليش كل مضيقه خلقك؟ كان من ناحيه هالموضوع تركيه وخلي الامور ان شاء الله تنحل على خير. ان شاء الله ان شاء الله تنحل على خير. يا بنتي لا تدرين بال ولا تدرين هم ولا تحطين ببالك بالمره اللي حصل بينك وبين علي تركي علي. انا امك، انا حل الموضوع. لا يما لا يما ارجوك، انا ما ابغى احد يكلمه. وانا يا يما لا يمكن لا يمكن ارد للبيت، لا يمكن. لا يا بنيتي انت غلطانه، كل بيت وتحصل فيه مشاكل وتنحل. بس يما هذا علي مجرد من الإنسانية، أنا ما قصرت معه بشيء، ما قصرت معه ولا بأي شيء يا يما، مجرد من الإنسانية، ما يعرف من الإنسانية إلا اسمها. إنا لله يا بنيتي. بس يا بنيتي وأنا أمك إن شاء الله كل شيء ينحل على خير، بس أبوك لا يضر. لا 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 أبوي لا يمكن، لا يمكن أقول له ولا أشعر بأي شيء. يا حبيبي علشان صحته أبوي يا يما، هذا أبوي لا يمكن أقول له. أقول يا بنيتي هو سأل على علي. إيه سأل، بس أنا قلت له إنه جاك ولقاك نايم يا يبا وبس. زين سويتي، بس أنا أعتقد إن الحين وقت الدواء اللي نعطيه إياه مو وقته. إيه والله خلنا نروح أعطيه. يا رب يا بنيتي توكلي على الله عشان ياخذ الحبة ويرتاح ينام يا رب. إن شاء الله يلا إنك تشفي يا رب. تفضل خذ الحبة مالتك دواك وعلى الله شفاك إن شاء الله. يبا 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 نسوي. ما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله الله يرحمك، الله يرحمك يا ابو منصور، تراك اسم هالدنيا ومشاكلها. الله يسكنك الجنة، الله يسكنك الجنة، إنه على كل شيء قدير. الله يكون بعون منصور على تحمل مسؤولية اللي تركها للمرحوم. اي والله صحيح، واهمها مسؤولية أسماء اللي صارت شغلها الشاغل. مسكينة هالأسماء، صدق يا أبو عبد الله من يوم ما توفى أبوها المرحوم الله يرحمه وهي ما تركت الفراش دقيقة واحدة، أكيد أثرت عليها الصدمة. ما في شك. والله يا أم عبد الله أنا جاي في خاطري إني أروح لزوجها لي وأناقش في موضوعه، يعني يمكن يهديها الله ويستحي على وجهه ويناظر حرمته.
جزاك الله خير، والله ما تقصر يا ابو عبد الله. والله ان اسماء ما تستاهل الا كل خير وكل رعايه وكل حنيه، ما تستاهل هالقسوه كلها. بس انا فهمت من منصور انها هي ما لها رغبه ترجع لزوجها ابد، بحجه انها كرهته ولا عاد تبغاه من سبب معاملتها القاسيه. الكل ظالم يوم. ما في اليد حيله، لك وش نقول؟ نقول يا كريم يا الله انك تهديهم وتوفقهم وتبعد شيطانهم، انك على كل شيء قدير. يمه. نعم يمه. انت فيذا؟ اي فيذا. مساء الخير. مساء الخير. بشرينا عن اسماء، وشلونها؟ الحمد لله. اسماء شو؟ الطبيبه جتكم ولا لا؟ جتها وعطتها العلاج اللازم. الحمد لله. لكن يا وليدي اسماء حالتها تسوء يوم عن يوم. أخ لو كان المرحوم حي كان ما صارت على هالحال. وأنا يمه وش فيني ما ملت عينت؟ أنا يا يمه أخوها وأبوها. يا يمه أسمى، أسمى هي شغل الشاغل اللي ما نوم الليل علشانه، كله أني أفكر في حل مشكلتها. شنو؟ وش قصدك مشكلتها؟ أقصد أنها ترجع البيت زوجها، ما بهذا الحل اللي أنت. لا يا منصور، الحل هو الصبر. الصبر هو الحل يا وليدي. صبر؟ صبر إلى متى يمه؟ إلى متى أختي معلقة بالشكل هذا يمه؟ لا، يا أما أنه رجال يرجع لزوجته يقوم بحقوقها كاملة على العين والرأس، ولا أنه يطلقها. لا يا وليدي، لا، أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، فعلي من دمنا ولحمنا يا وليدي، ولا يمكن أن نتخلى عنه أو يتخلى هو عنه، ومسيره بيعرف خطاه. الله، والله يا علي ذا انه ما يستاهل الدلال، كل هالدلال من يمه ما يستاهل. يا يمه اختي تعذبت معاه. يا يمه الى متى وهي تبقى معلقه بالشكل ذا؟ ذبح التفكير والعذاب كله هو السبب يا يمه. بس اسمى. اسمى يا يمه اختي وغالي علي. يا يمه اسمى جزء مني ما يتجزا. اذا كان علي ما عرف قيمتها فانا اللي بعرف قيمتها يا يمه. لا يا منصور. الو، ايوه. وصلت شحنه البضاعه بالسلامه؟ الحمد لله يا اخوي. وش عقبه بعد ما طلعت روحي؟ ايوه. طيب انهي اجراءات الجمارك؟ اسمع يا راشد، راجع البيانات بكل دقه وانتبه. شوف، ها ترى البضاعه ما هي بسيطه، قيمتها 1,000,000 ريال. ايوه. لا 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 لا. ايوه يا اخوي، جهزت لها محل في المستودعات، اعوذ بالله. طيب من الصبح وانا اقول لك كذا. يلا يا اخوي مع السلامه، عجل. اعوذ بالله. نشوف الثاني هذا بعد. ايوه يا عبد اللطيف، تعالي هنا بسرعه. يلا. نعم. اسمع يا عبد اللطيف. نعم. وصلت شحنة البضاعة، ارسل سيارات لشحنها وخزنها في المستودعات، فاهم؟ حاضر. ها؟ حاضر. وبعدين ابغى كل صنف يكون على جنب الحالة يعني. ابشر. ايه، ما ابي اي اهمال، ما هو زي المرات اللي فاتت. حاضر. يلا يا اخوي تحرك، شوف شغلك. ايوه عبد الكريم. يا هلا، شفت لي الموضوع حق الرجال؟ حبيبي. انا داري. ايوه بلا، والله داري، مشكور. طيب عبد الكريم، اجل الموضوع الى بعدين. خطوه عزيزه، خير ان شاء الله. تفضل استريح. احب اسمعك كلمتين بس وامشي. وانا بعد افضل انك تختصر، لاني ماني فاضي، عندي شغل. انا احب اعرف، بس نفسي اعرف الى متى انت تستهتر بعيال الناس. يعني تقصد عيال الناس اللي هم انتم، انت واختك اسماء.
لا وانت صادق، اضف الى معلوماتك ولدك سعد ضمه معنا. حبيبي لا تزعل نفسك، احسب حسابك وشوف كم يكلفك جلوسهم عندك وابشر مني بزياده. وقح اضبط اعصابك يا استاذ منصور. لولا انك في مكتبي كنت شفت مني ما لا يرضيك، لكن برضو انا اتبع الاصول. انت تعرف الاصول؟ المهم انت وش تبي مني بالضبط غير المعروف؟ انا ابغى اعرف، بس انا ابغى اعرف الى متى وانت تستعرض بقدرتك على الناس وظلمهم. اظنك ناسي قدرة الله عليك. يعني افهم من كذا انك جايني لغايه مكتبي علشان تسمعني وعظ وارشاد؟ لا يا شاطر، انا جاي علشان طلب واحد وبس. طلبك مرفوض يا استاذ منصور. اسمى زوجتي وتبي تبقى زوجتي لغايه ما انا اقرر. الان تفضل، تفضل من غير مطرود، تفضل. مسكين. ضعيف. أسماء، أسماء، سعد، ايش سواها؟ أسماء، أسماء. نعم. وين سعد؟ سعد؟ إيه. سعد بالحديقة يلعب برا. خير؟ في حاجة؟ أنا لا لا أسماء، ما في شيء. منصور، قل لي في حاجة شنو؟ لا أسماء، ما في شيء. شو ما في شيء؟ أنا أختك، قل لي. عسما شر، أنت غير طبيعي. أبدا يا أسماء، روح صلحي لي شاي وبعدين أقول لك. روحي. أبشر، من عيوني أصلح لك شاي. شوني ما علمتها؟ كان أزيد همها همين. علمها بإيش؟ علمها بحقيقة زوجها التافه؟ إنسان ما عنده ضمير ولا إنسانية؟ أنا نفسي أدبه بطريقة عمره ما ينساها، بس كيف؟ كيف؟ وشلون؟ أخ يا علي، يا عديم الإنسانية، أنا تطردني من مكتبك؟ ألو؟ ألو؟ ألو ألو، نعم، مين؟ أنا منصور يا عمي. أهلاً أهلاً منصور، كيف الحال؟ وشلون أسمى وسعد والوالدة؟ عساكم بخير إن شاء الله. طيبين الله يسلمك. أقول طال عمرك بالنسبة لموضوع علي. إيه. إلى متى؟ خير إن شاء الله، عسى ما إن شاء الله. نبغى نشوف حال طال عمرك معاه بالنسبة لموضوع أختي. ها؟ عسى ما طرى شيء جديد. اتصور يا عمي، رحت لبنفسي انا المكتبة. أيه؟ علشان موضوع الانتخابر عشان ولده سعد. أيه؟ فرحت على اساس اتفاهم معاه. فبكل وقاحة قام طاردني من المكتب. لا راعى حقوق الضيافة، لا راعى حقوق القرابة اللي بيننا على الاقل. هذا انسان مجرد من انسانية يا عمي، لا مراضي يتفاهم ولا مراضي يخلي الناس يتفاهمون معاه. اتصور لولا اني ماسك اعصابي والله يا عمي ولا حلفتني اني بغيت انطف رقبته واتضارب واللي يصير في سير. لا لا اسمع، انت وسع صدرك وخلك اطيمن. شلون يا عمي؟ يا عمي قدر تكفى، والله العظيم انا ما عاد اللام يا عمي، ما عاد عندي صبر. وش اسوي؟ انا اللي اقول لك ايش اسوي. سم. اولا لازم تجينا نناقش الموضوع مع بعض. ايه. وعلى ما قال راعي السالفه، لكل حادث حديث، وخلنا نتشاور في الموضوع واتركني اتصرف معه. سم. بس طب. اسمع. سم. لا تنسى
أي تصرف منك أو إجراء بدون علمي ومعرفتي وبدون شوري بيزعلني منك. أنا والله يا عمي بغيت أتصرف لكن فكرت وقلت خلني أستشيرك على أساس أشوف إيش الحل. هذا هو الرأي. طيب يا عمي فمان الله. فمان الله. وعبد الله ايش فيك ترى انت عاجبني هاليومين كله قاعد وتفكير على القدا تفكير على العشاء تفكير وانت تقهوى تفكير وانت جالس تفكير ما صارت هذه تفكير بدل ما تفرح بيا ولدنا حبيبنا يا ابو عبد الله وتترك عنك هالاحزان هذه اشوفها كل مالها وتزيد وش اسوي يا ام عبد الله ما اقدر اقول الا لا حول ولا قوه الا بالله ايه يا ابو عبد الله فات الكثير ما بقى الا القليل اه يا ابو عبد الله يا ما نفسي اشوف عبد الله دكتور ومالي علي البيت يا رب يا رب لطفك يا كريم يا الله لك ايش فيك انت وايش علمك يا ام عبد الله انت معك حق صحيح انه انا المفروض افرح وأكون سعيد خصوصا ولدنا بيتخرج دكتور عظيم ويرجع يملأ علينا البيت فرح وسعادة وأنا لكن الأقارب الإنسان لازم يعايشهم آلامهم وأحزانهم ثم هالموضوع اللي صار هذا موضوع أسمى هو بسيط تلوميني يا أم عبد الله هالمسكينة اللي تعقدت مشكلتها ولا لاقين لها دواء إلى هالحين ولا عارفين نحل مشكلتها أبد معك حق يا أبو عبد الله هي المسألة من يوم ما شانت بين منصور وعلي وهي كل مالها وتزيد لكن رب البيت كريم تزيد ونص منصور يعاند علي ولا يذوق العذاب ويعيشه إلا أسمح المسكينة ايه لك الظالم يوم أجل ما دريت وش حصل أنت لا وشو علي جاي في خاطره ومصر إلا لازم يأخذ ولد السعد تصور شو يبي حرم الولد من امه وبي حرم الام من ولده بياخذ الولد من امه وهو ما في قلبه رحمه الولد الوحيد هو سلوه امه المسكينه هذه عاد وش يسوي ما في اليد حيله خذ اشرب الحليب يا بنيتي تراك ما ذقتي طول اليوم شيء لا يمه مالي نفس ارجوك لا تلزمين علي وبعدين معك يا اسمي بعدين معك انت طول اليوم ما ذقتي شيء ترفقي لحالك ترفقي لصحتك يا خلف ابوي
مو بعلشانك، علشان ولدك سعد. وايش اللي جايبك هني؟ اطلع برا، روح الحديقة. ما ابي. روح الحديقة العب برا لاضربك. ما ابي. وش اللي ما تبغاه؟ اطلع برا. يما قومي طلعي لاضربه. اطلع برا. لا لا لا، ولي سلمت يما. لا انت ليش ما تحب يدتك؟ ما احبها. ليش؟ لما ابوي يعلمه. يا حسرتي. انت بترح رح رح العب بالحديقه. امشي اطلع اطلع. ما احبها لما ابوي يعلمه. علمه خلي يقطع المعاش. يمه مالت عليك. يمه هذا طفل وما يعرف اللي سره من اللي ضره. يكفي ان ابوه مو عنده، يكفي ان محروم منه. ارسليه لابوه، خليه يروح لابوه يولي نفتك منه، وافتك انت من شقاه واذاه. سمعتي؟ سمعتي دلاله؟ سمعتي شلون يرد علي؟ يما الله يخليك. انا شبيدي شو اسوي شو اقول؟ شبيدك؟ اسمعي يا بنيتي، الولد لابوه وخليه يروح علشان يعرف شلون يربي ولده. اي لا يما، انا انت ما انتي. الولد لابوه انطال الزمان وانقصر. الولد لابوه يا بنيتي. يا يما لا لا، يمكن لا يمكن احد ياخذ ولدي مني. لا يمكن احد ياخذ ولدي شعرة يوفي. اسمعي شوري يا بنيتي، الولد لابوه وطيعي شوري، خليها تجي منك ما تجي منه. شلون انت ايش هالكلام اللي تقولينه؟ ايش هالكلام اللي تقولينه؟ اكو حد يخلي ولده يا يمه؟ هذا ولدي، تدرين شنو هو ولدي؟ لا يمكن لا يمكن اخلي ولدي واستغني عنه في اي ظرف من الظروف. سمعي يا بنيتي، علي قلبه جاسي وما عنده ذره الانسانيه، وخليها تجي منك وخليه ياخذه يذلفه عنه. لا لا حرام حرام يمه، ايش هالكلام اللي تقولينه؟ حرام حرام. لا ما اخذ، ما ياخذ ولدي، ما ياخذ ولدي. ياخذه انا امه؟ شلون ياخذه؟ شلون ياخذه؟ قلي لي بالله، قلي لي شلون ياخذه. هنزين لا ما حد ياخذ ولدي، ما حد.